السلام عليكم، انا عامل حاجه النهارده. عليكم ازاي تعمل باب زي باب محلات، باب زي بتاع محلات اللي بيفتح، يعني تدخل يفتح يقفل. بس الطريقه وتعلمكم الطريقه، محتاجين ريدستون تورش، اي ده الباب يعني، اي بلوك من عندك برضه زي بلوك من عندك، ستيجي بيستن وستون، ودي حاجة هقولها لكم في آخر الفيديو. نحفر 3 بلوكات، بعدين نحفر مستطيل 2 إلى 3، 2 إلى 3 زي ما انتم شايفين، 3 بلوكات. نسيب أول بلوكة، نحفر تحت بلوكة برضه من نفس الناحية التانية، نسيب أول بلوك. الشكل ده لازم يكون عندكم، الشكل ده بالظبط. نجيب الريدستون نحطه في كل الحتت ما عدا البلوك اللي في الأول وفي الآخر، نحط مكان الريدستون تورش، الريدستون تورش في الناحية التانية. الشكل ده برضه لازم يكون عندكم. نجيب البلوك اللي من اختيارك اللي انت اخترتها يعني، برضو من نفس المكان الناحية التانية. نحطها على الأرضية، نحط الستيكي بيستين بس بيه لقدام ناحيتك بالطريقة دي، نحط برضو اللي فوق، نحط الريدستون، نتأكد انه اشتغل برضو من نفس الناحية التانية، برضو من نفس الحكاية. نجيب الستيكي بيستين برضو من فوق، نحط الريدستون من الناحية التانية وراه كده اشتغل، بعدين نغطي الريدستون لتحت البوك اللي اخترتها، نجيب البلوك التاني اللي من اختيارك، انا اخترت زجاج، نجيب الستون نحطه قدام على طول، والبلوكة الأخيرة دي هو لوك لازم تخلي الشكل حلو يعني، تخلي نفس اللون ده لو من اختيارك انت، بقى لو عايز تحطه حطه، مش عايز عادي يعني. نيجي نجربه، اي واحد عاد داخل المحل مثلا يفتح يقفل، يفتح يقفل. كان تم اكتر من تسجيل، لايك وسبسكرايب وشير الفيديو، مع السلامة.